السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع من أمس يعني خصوصا بعد نهاية مباراة المغرب وهو اللي لفت انتباهي شوي خصوصا في تعليقات اللي توصلني على انستغرام. في ناس يجيبون تعليقي على مباريات المغرب خصوصا مباراة المغرب والبرتغال لما قلت طالت خلوها ما أدري شنو، ويضحكون علي انه يلا خلي المغرب تنفعك ويلا ما ادري ايش وينهم المغاربه وطلعوا المغاربه واشرب يا خليل. والله العظيم توصلني تعليقات من هذا النوع، يعني ناس يعني كانوا سبحان الله مقهورين من فوز المنتخب المغربي خصوصا على البرتغال. يعني انا اتكلم، خلونا نكون صريحين وواضحين، يمكن يكونون ناس متضايقين من خروج المنتخب البرتغالي وخروج كريستيانو رونالدو من البطوله، فكانوا فرحانين أمس بخسارة المنتخب المغربي، والله يا خليل وينك وخليهم ينفعونك الحين. فأنا أستغرب من مثل هذه العقليات. يعني طبعا هو في النهاية يحق له يشجع كل منتخب، أي منتخب أنت تبيه وأي لاعب أنت تبيه يحق لك أنك أنت تشجعه، بس لا تجي تلومني أنا أني أنا فرحت واستأنست على فوز المنتخب المغربي وتأهل المنتخب المغربي لدور نصف النهائي. طبعا أنا أتكلم عن يعني البعض، وهذا البعض نسبة قليلة جدا، لكن دائما يعني في بعض الأمور اللي هي خارج القاعدة، دائما خارج القاعدة، وطبعا هذول لا يمثلون إلا أنفسهم ويحق لهم، لكن ما تجي تتشفى في خروج المنتخب المغربي الحين يعني لأنك أنت خسرت منتخبك أو خسرت لاعبك المفضل. ولا تعتقد في يوم من الأيام أيا كان الخصم ضد أي منتخب عربي أنه راح أوقف مع الفريق الآخر. لو منو يكون فيه الفريق الآخر ما راح أوقف معه ضد منتخباتنا العربية. أي منتخب واجه منتخب عربي فصفنا ووقفتنا وتعليقنا ما راح يكون إلا لصالح المنتخبات العربية. نعم حق المشاهد الحياد، لكن في بعض الأمور ما فيها حياد.